اتعلموا مني قبل ما اروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنعمل سويا ثلاث تجارب لما تسمى بالشعلة التي تقوم بإشعال النار بسهولة، وهذه التجارب سهلة جدا وغير مكلفة. التجربة الأولى: كل ما علينا هو جلب قطن وفازلين، ومن ثم نغمس القطن في الفازلين، وها نحن لقد صنعنا كرات النار المشتعلة. التجربة الثانية: نجلب رمادا، أي بقايا النار المشتعلة، ومقدار 50 ملي من الغاز أو ما يسمى بالكيروسين، ونخلط الرماد بالغاز. ثم نترك المزيج 10 دقائق كحد أدنى، وها نحن لقد صنعنا شعلة جميلة جدا ورائحتها تزول بعد دقائق من الاشتعال. التجربة الثالثة: نجلب قطعة من القماش ونجلب بعضا من القصدير، ومن ثم نقصدر قطعة القماش. ونقوم بوضع القصدير في النار كما ترون. ومن ثم نلاحظ تحول قطعة القماش إلى فحم رقيق. نقوم بإشعالها كما ترون، لقد اشتعلت بسهولة، وهذه الشعلة شديدة الاشتعال، فشررة واحدة كافية لإشعالها. وها نحن نستطيع إشعال النار من خلالها. مين أحد في أحد هنا؟ وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.